السلام عليكم جماعة الخير، معكم عادة من قناة Infinite Game، واليوم رجعنا لكم بلعبة راجي An Innocent Epic. يا جماعة الخير، في الفيديو السابق يا جماعة الخير كنا قريبين من إنقاذ جولوم، انزين، ولكن ما اعرف ايش اللي صار هناك بالضبط. انهار المكان وشلوها راجي الى منطقة ثانية. انا ما اعرف ايش اللي صار بالضبط هذاك المكان، يعني انهار المكان وشلوها جول الى منطقة ثانية، والحين يعني في هذا الفيديو راح نلعب في منطقة ثانية يا جماعة الخير. المطورين اخوان يحاولوا يعني كذا يعذبونا، بس باغين يعذبونا، انا ما فهمت ليش، بس باغين يعذبونا. طيب يا جماعة، كما تشوفوا وصلنا في منطقة ثانية، كما قلت لكم في المقدمة ان شلونا الى منطقة جديدة اللي هي هذه المنطقة يا اخوان، انزين يس. فاتوقع الحين نركب هنا فوق يا جماعة، بالضبط نروح هنا فوق، والطريق راح يكون هنا فوق. يعني في الفيديو السابق يا جماعة الخير يعني كنا قريبين جدا من انقاذ لأخوها الصغير اللي هو اسمه جولو، ولكن طبعا ما بيصير هذا الشيء. يعني المطورين قالوا لا، مستحيل نقضك ذاك بسهولة، لازم نعذبك شوية، فشلوه. فالحين راح نحاول ننقذ جولو مرة ثانية يا اخوان، هذه المرة راح تكون مرة ثانية يا جماعة، راح ننقذ هذا البوراس بولات مصر. ايش كاروتا؟ شوف يا حبيبي، انا جاي من مسافة بعيدة جدا، فلا تورمل لي اياه. هوا اذيلا نايمين وش؟ خلوها تمر والله يا اخوان. شوف 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 هذا الحديقة المنتزه، وليش يسموها هذا؟ يا ساتر، هذا اللعبة جميلة جدا. في شيء هنا، وش هذا؟ وش نسله؟ اوكي اوكي، لحظة بخليه هنا، ممتاز. اوكي، شي حركات جديدة يا اخوان، شي حركات جديدة في اللعبة. زين، تعال راجي كان ثرو مور، بخليه وين؟ هنا بخليه، ممتاز، حخليه هنا. انزين، انا بوصل؟ اكيد ما بوصل. هنا يحتاج له يا جماعة نحط اثنين، ما نحط واحد، نحط واحد هنا، انزين، والثاني نحط، لا 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 لا، انا غلطت، ولكن ما مشكلة، بحط واحد ثاني هنا عادي. ايش اللي صار؟ اوكي، ايوه هنا خليه، عندنا ثلاثة الحين. تغلط. اوكي فهمت يا جماعة. اوكي بحطه هنا، ايوه حطه هنا وروح، وكذا نكون وصلنا بالضبط. احنا الان نسوي كذا يا جماعة، انزين، نفس الحال بنسوي، بناخذ واحد ونخليه هنا، وناخذ ثاني. كيف؟ لازم تكون سريع هنا يا جماعة، لازم نكون سريعين. شو اذا تاخرت تموت، يعني ما تموت، هذاك يغرق الورقه. هذا مو سالفتهم يا اخوان، نايمين ولا ايش؟ شكلهم نايمين يا جماعه. هل ننزل تحت ولا كيف بالضبط؟ طلع شيء لفت يا جماعه، شيء لفت في هذا اللعبه يا اخوان. شوفوا 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 الخلفيه، شوفوا في الخلفيه يا جماعه، شوفوا كيف المسمى الجرافيكس، شوفوا المنظر. لحظه يا خفاش، شوف لحظة يا عزيز. كذا السالفة يعني. ابلع. لحظة، غير سلاح. لا ما اريد سلاح، بغير. لا 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 لا، رجع. هذا بده يطير يا اخوان، هذا لازم ضربة بذر، هذا لانه يطير فلازم تستخدم اللي هو الرمح، ما الرمح قصدي، السهم. ايوه ابلع، ايوه انت تعال. اقول لك خفاك ما خفاش، انا ما يهمني، انا اضرب. لا 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 لا، لحظة. كذا يعني سالفة يا جماعة، قسم بالله والله لا ينظلم، جالسين يطيروا ويضربون من فوق. لحظة، هذا لازم اصوب عليه. ابلع، عطى كذاك. ايوه لاقي الصرخي الحين ما يفيد جعد. هذا يزوع من عيونه يا جماعة، هذا يزوع من عيونه شيء. شوف تزوع، انا ما يعجبني،
ايوه تزوع معقم. ايوه ايوه في العين في العين حبيبي في العين. قلع العين قلع خلاص ما تشوف شيء انت. صرت عامة يا حبيبي صرت عامة. هذه المنطقة جميلة جدا بصراحة واجد عجبني المنطقة. اه عيونين الحين اوكي تو عيونينج شباب تو عيونينج اوكي انا عارف كيف اسوي عيونينج يا حبيبي. لحظة لحظة شوية اوكي ابلع. لحظة لحظة يا عزيزي لا قس لا تجين وانا انا ما جاهز. يلا انا لا تجين وانا ما جاهز اوكي نروح هنا انزين عنا يمين وعنا يسار. وين نروح؟ بروح سير انا اتوقع الطريق راح يكون سير يا جماعة لان ذيل الحراس ما قاسين بلاش هذا المكان يا اخوان. انزين فاتوقع الطريق راح يكون هنا. ايوه ايوه كما قال the way is blocked معناته ما شيء طريق ما نقدر نروح وما عندنا ذاك الورقة يا اخوان. انزين فويش راح نحتاج ندور لنا طريق ثاني يا جماعة اتوقع يمكن من هنا. هنا شيء لفت لو لاحظتوا شيء لفت يا جماعة. وهنا وش فيه؟ خلونا نشيك على هذا المكان يمكن شيء طاقة ولا شيء. لا ما في شيء اكيد بيكون ما في شيء. انزين ايوه بروح على القصة قبل بقيكم انا بقيكم يا اعزائي. انزين خلونا نشيك اذا كان في شيء. وهنا يا جماعه شيء لفت ثاني بعد الصب الثاني شيء لفت ثاني. فهل اذا نزلنا من هذا الصوب يطلعنا نفس المكان ولا كيف؟ انا ما فهمت ولكن بقرب. انزين بقرب بنزل من هذا الصوب بنزل من هذا اللفت واشوف اذا كان بيصير شيء. لكن اتوقع يا اخوان راح يطلعنا نفس المكان راح يطلعنا نفس الشكل. هنا الطريق يا جماعه هنا الطريق الى القصر ولا كيف؟ لا لا ماشي هذا اللغز ينتظرنا هذا اللغز يا اخوان. انزين اوكي نزلنا هذا والامور طيبه يا اخوان والامور زي العسل. قولوا قولوا يا جماعه هو ذا شو هو ذا هذا المشعوذ هذا اللي شل قول يا جماعه هو ذا المشعوذ. في الفيديو السابق هو ذا المشعوذ اللي شل قوله وهذا المشعوذ هو اللي وصلنا في هذه المنطقه. انزين اوكي بيرل وات ذس بيرل ماي فريند اي دونت اندرستاند راي ناو. الحين اتوقع الطريق بيكون هنا يا جماعه بنكمل طريقنا الى هذا المكان. انزين هنا شكله في حركه الحركه. انزين بعق واحد هنا وعسى اوكي باخذ ثاني. انزين وبعق هنا مره في هذا المكان كذا بعق اوكي جامب ان جامب اجين ممتاز. انه وش صاير؟ ليش شيء دخاخين يا اخوان؟ لاحظتوا شيء دخاخين هذا المكان ما في شيء سالفه. في شيء هنا اخوان شيء طاقة. ها اوكي شيء هذا الطاقة. زين اوه شيء طاقة ثانية اخوان هذول ما بلاش يعطوك طاقة يا اخوان. احس ان السالفة ان راح نواجه الزعيم يا اخوان راح نواجه الزعيم قريب جدا. اوكي هذول منين طلعوا؟ هذا وش سوى؟ حط لي مسمى حط لي هذا اللي هو نفس الدرع يا جماعة. انزين اوكي ومات. ابلع ابلع امطار من السهام يا اخوان. لحظة لا لا لا, لا, لا يا عزيزي لحظة 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 يا اخي إيه كيف كذاك؟ والله العظيم طلع انا بموت والله كيف كذا؟ انا ميت انا ميت يا اخوان خلاص ما شمل انا ميت كيف اضربهم كذا؟ خلاص انا ميت يا حبيبي ما يصير كذا يا اخوان والله العظيم ما يصير انا ميت خلاص ابلع يا اخي ما عرفت كيف اضربهم هذيلا. لا والقهر انه ما يموتوا اكيد بموت يا جماعه اكيد بموت. ابلع ايوه كذا تعال انت تعال هذا يبالهم يا اخوان رمح بس ما يبالهم سهام هذا الرمح بس ناخذ ضعفهم رمح لا
لازم تقترب منهم. بالرمح تقتل بسهولة، ولكن بالسهام يحتاج له يعني. ايوه سمعته؟ ركزوا على الكلام. Who is this intruder? Why does she dare my wrath? ما يفيد شعاته. قتلناهم. إنزين. أوكي. أتوقع كان يحتاج لنا غيره. لحظة. ما يكفي واحد. يباله غيره يا إخوان. يباله ثلاثة. أيوة. خليه هنا. Let's go. إنزين. هذا الزوع بعدهم موجودين هنا. اوكي ابلع هذيل. والله هذيل هذيل العيون هذيل صح ان العيون هذيل مسمه. والله ما الغاني يا اخوان. وش خلني اقتلهم هذيل، لان هذيل هم المشكله. ما اثنينتهم مشاكل يا اخوان، اثنينتهم. اوكي تعال بتلعبك ذاك انتو. لا اوكي ابلع. ما صابهم يا اخوان، مشكله هذيله. هذا العين يا اخوان ماشي يعني صعب اسمه ذاك تتفادى بضرباته. صعب جدا تتفادى الضربات. لما يضربك مره يصيبك قناص هذا، لكن هذا انا بموت يا اخوان. اوه شي حصلت هيلث يا اخوان، ممتاز. كيف كذا يا حزيزي؟ كذا بيكون الشريط. اوكي انا اعرف كيف ادبك. لا الصوب يا عزيزي، وين تقحم؟ وين تقحمي؟ هنا هنا هنا. هذا ليش قحم صوب الثاني؟ خلينا نخلص عليه ذا. ايوه هذا بعد ما اتمرن يا اخوان، بعد ما اتمرن. الكرش موجود، احلف بس. اول شيء خلينا نقتل هذا اللي اسمه بعيون، لأن هذا ملغان. يا البيكاتشو انتظر شوية، بقيك أنا انتظر، خلينا نخلص على هذا وقالنك. ايوه تعال تفضل معي، تفضل. ايه تفضل هذيلا. ايوه شوطهم وبعدين اضرب كذا. خلينا نخلص على هذا. انزل تعال انت تو تعال. ايه 1v1 حبيبي، 1v1 كذا. ايوه كذا العدل اللي يقول. ايوه اعطوني هلب. زين وين اروح؟ اوكي شي طاقه يا اخوان هنا. انزين هنا في شي هنا، احس انه في شي ولا لا؟ لا ما في شي. انزين وبعدين وين نروح؟ هنا نروح فوق، شكلنا نروح فوق يا اخوان. اتوقع الطريق راح يكون فوق. زين انا دارس اصلا، ما اعرف وين قاس اروح الحين. انا ما اعرف وين قاس اروح، انا بس اشوف ليفت. يلا نركب ليفت، ولكن اذا سالتني وين نروح انا ما اعرف وين نروح صراحه. تقدر تقول انا ضايع شويه يا جماعه. اوكي هذا الليفت يعني، اوكي هذا الليفت متطور يا اخوان، يلف ما يروح فوق بس يلف بعده، ممتاز جدا. انزين بعدنا ما وصلنا. هذا الجير شكله طلع حل هذا اللفت يا جماعه، الجير هذيله. انزين هذا بعدهم نايمين. انزين في شيء يا اخوان. اوكي لازم نفتح هذا. في لغز هنا يا اخوان، في لغز. هذا بنجيبه هنا يا جماعه. انزين وهذا الصغير نجيبه هنا. لحظات. انزين وبعد هذا نجيبه هنا يا جماعة. نحرك هذا نجيبه هنا. اوكي وبعدها هذا الكبير نجيبه هنا. لحظة وش نحرك هذا وبعدين نجيب هذا هنا والكبير مرة نلصقه هناك. اوكي وكذا نكون ايش صلحنا الجيرات. اوكي اتوقع الحين ننزل في هذا اللفت. ايوه
اهم شيء كان مسكر. يا جماعة أتوقع هنا أحسن مكان ينهي هذا الفيديو، لأنه ما أريد أخلي الفيديو طويل. فيس فأتوقع هذا المكان أفضل مكان ينهي هذا الفيديو. فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير، وكتبوا لي في التعليقات إذا كنتوا حابين أكمل هذه اللعبة أو أتوقف عن لعب هذا اللعب يا أخوان. إنزين اكتبوا لي في التعليقات. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، ومتقانا إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.